السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شيوة أم العربي. اليوم غادي نقدموا مع بعضياتنا واحد لي مافين بالشوكولا، كيجي ولداد بزاف ومغيرين يعني على اللي قدمت معكم من قبل. فهادو غادي نقدموهم بالزبده، فكيجي ولداد والوليدات كيبغيو الشوكولات بزاف، فعلاش ما نوجدوش لهم حويجات هكا في الدار اللي غادي تعجبهم. فهاد الوصفه غادي نحتاجو زوج ديال البيضات، 250 مليلتر ديال الحليب السائل يكون معقم، 180 غرام ديال الزبده مع جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، 150 غرام ديال الشوكولات، جوج كيس ديال السكر فاني مع جوج كيس ديال خميره الحلوى. هنا هاد حبيبات شوكولا ولا شوكولا كوكيز على حسب الرغبه، 150 غرام ديال السكر سنيده، قلت جوج بيضات و325 غرام ديال الدقيق الابيض. فاول حاجه غادي ناخذ واحد الكاسرونه اللي غادي نذوب فيها داك الشوكولاط مع الزبده، غنديرهم يذوبوا هما الاولين. فاول حاجه غادي ناخذ الكاسرونه ديالنا وغادي ندير فيها هاد الزبده ديالنا، الكاسرونه ديالنا والزبده ديالنا والشوكولاط ديالنا كلشي ديالنا غادي نديرو يذوب مع هاد الشوكولاط. هنا 150 غرام ديال الشوكولات غادي نحاول نقسموه، غادي نديرو غادي نخليه يذوب مع بعضياتو غنتلاقاو. درت الشوكولات ديالي والزبده دابو، حطيتهم يبردو. دابا غادي ندوزو نوجدو هذا، غنخليهم نزينو بهم الموفين ديالنا. دابا غادي ندخل عنتو الفريريج ديالي راه فين ما يسمعني كنصور كيبغي يسلم على المتتبعين حتى هو. غناخد هذوك زوج بيضات غادي ندير معاهم كاس اولا 150 غرام ديال السكر سنيده مع جوج كيس سكر فانيلا، نخلطهم غير ذوب سنيده شي شويه. ممكن ديروا الخلاط الكهربائي وتخدموا به. ونبدا نضيف الحليب بشويه بشويه، من بعد غادي نضيف هذاك الخليط ديال الزبده والشوكولاط، لكن ضروري يكون ما يكونش سخون بزاف، يعني يكون غير دافي باش ما يطيب ليش البيض. ملي نخلطهم غادي نضيف الدقيق ديالنا مع ديك الخماره والكاكاو، قلت 325 غرام ديال الدقيق مع جوج كيس ديال خميره الحلوى مع جوج معالق كبار ديال الكاكاو والمر، جوج معالق كبار، واحد جوج معالق كبار كاكاو مر. غادي نخلطهم مزيان مع هاد المكونات هاد الدقيق، وعاد دابا غادي نضيف هذاك الشوكولاط والزبده اللي ذوبنا. على هذا الشكل. فدابا غادي نضيف هذاك الشوكولاط والزبده اللي ذوبت كنت حاطاهم يبردوا، ها هما. وغادي نخلطهم،
كيجي كله شوكولا. هاد لي موفين شي حاجه رائعه، جربوا هاد الوليدات. واللي ناكد عليه انا الشوكولات اللي نديرو يكون النسبه ديال الكاكاو ديال الشوكولات تكون فيه النسبه ديال الكاكاو على الاقل 50%، باش حتى لا كلاو الوليدات راهم تياكلوا شي حاجه اللي غادي تنفعهم. دابا غادي نحضر القالب ديال لي مادلين ديالنا. هنا كيف كتشوفوا خديت المول ديال المادلين ديالنا، وغادي نبدا نهز ونفرغ على هذا الشكل، ونكمل تنكمل الكميه اللي عندي ديال لي كيسات كامله، وعاد غادي نزوقهم بلي بيبيت وشوكولا من الفوق. الفران انا دابا هاد لي مادلين غادي نطيبهم طيب ديال اللي يجيو مشقين ومقوبين، فغادي ندير الفران على 200 درجه، وغادي نشعلو من الفوق ومن التحت، وغادي ندخل لي موفين ديالنا والعافيه تبقى عليهم من الفوق والتحت. نخليها واحد 5 دقائق على 200 درجه غير يبداو يتنفخوا، ديك الساعه غادي نقص عليهم ونخليهم يطيبوا حتى يكملوا الطياب ديالهم. صافي على هذا الشكل، وغادي ناخذ لي بيبي شوكولا ديالنا غادي نزوق بهم الوجه القياس اللي بغينا. بغيتو ما ديروهمش ما ديروهمش، فهو ما كيعجبو الوليدات بحال هكايا. صافي غادي ندخلهم الفران، الطياب ديال اللي قلت لكم عليه، ومن بعد غادي نخرجوهم وغتشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيف كيجي. هادو هما لي مادلين ديالنا من بعد ما خرجو من الفران وطيبتهم، كيف كتشوفو هذا هو الشكل النهائي ديالهم. فتجي الا ما جربتوش هاد لي مادلين البنات ما جربتو والو، لانهم دي مادلين رائعين بزاف، وكيجيو بحال الكيك ديال البيتي كروكر من الداخل، شي حاجه رائعه بزاف ولذيذه. اللي نوصيكم عليه هما ان وليداتنا فعلا تيبغوا الشوكولات، فمنين بغاو نوجدوا شي حاجه بالشوكولات نديروا شي حاجه ديال الشوكولات اللي هي زوينه. نشريو الشوكولات اللي نسبه الكاكاو ديالو على الاقل واخا غير 50%، فتيعطي المذاق داك ديال المروره زوين للشوكولات، غير ما نكثروش منه يعني باش ما يجيهمش هما مار. المهم الا درناه بهذاك الشوكولات راه غيجي شي حاجه عاوتاني طوب بزاف. اللي ما عندهمش ماشي في المستطاع ديالهم انهم يشريو هذاك الشوكولات يعني شويه زايد في الثمن، فيكفي انكم ديروا غير الشوكولات العادي اللي كنشريو ديال المربعات. فنتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وإلا جربتوها غادي توليو مدمنين عليها. هذه كوصفه ممكن نخرجوها للنزهات للبحر، يعني كيخرج كميه كبيره كيف شفتوا. خرج ليا هنا 24 وباقي 6 كيطيبوا، يعني 30 حبه اللي خرجت ليا هاد الكميه ديال لي مادلين. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم، هي راه هشاش بزاف فهمتوا. شوفوا كيف كيجي، تيجي طري بزاف رطب هانتو، راه باين يعني تيتفرتت غزال بزاف. غير جربوه على ضمانتي. اللي عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بقناتي هانتو، قناه هوات ام العربي، باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم بحفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.